حضور شركات عارضه من مختلف انحاء العالم، ووجود غرفتين محاضرات في نفس الوقت. جبنا الحمد لله ركزنا على المواضيع اللي احنا ما ركزنا عليها في السنه الماضيه، فحاليا هالسنه كان صار التركيز على طب الاطفال. 50% من الابحاث الطبيه في الطب بالنسبه للذكاء الاصطناعي في الاشعه. التنظيم الحمد لله مرتب كان، وش اسمه الحضور ما شاء الله وايدين بالنسبه حتى للاطباء وللتقنيين عندك، فالحمد لله. ونامل ان شاء الله في المستقبل يكون في تطور اكثر واكثر، وفي ما شاء الله في افكار جديده. مثل ما تجين تحصل افكار جديده ممكن تطبقها في المستقبل ان شاء الله.